رغم الحصار المستمر على قطاع غزة وضعف الإمكانيات المادية التي تسود القطاع، إلا أن هناك من يسعى للخروج من تحت تأثير تلك الظروف للارتقاء والنهوض بالمستوى الفلسطيني الثقافي والرياضي والعلمي. فبمجرد نشوء الفكرة بادر المختصون بتطبيقها على أرض الواقع. فالفكرة بتتطور شوي شوي. الحين لما الفكرة تبروت عندي وعند بعض شباب من اللعيبة اللي بمركز خدمات المغازي وعندهم الكفاءة انهم يقودوا كمدرسة، فاجت الفكرة من سنتين بالضبط عشان نطور انفسنا ونطور اللعبة بشكل عام على مستوى فلسطين. مدرسة الإبداع لكرة السلة كانت حلم يراود لاعبي نادي خدمات المغازي وسط قطاع غزة، لكن الحلم سرعان ما تحول لواقع ملموس، حيث تم افتتاح أول مدرسة تهتم بتعليم رياضة كرة السلة. فقد كانت البداية مع 70 طفلا تراوحت أعمارهم ما بين 8 إلى 15. احنا اخترنا الجيل هذا من سن 9 ل 13 سنة لأنه احنا كمدربين وكإداريين لهذه المدرسة كنا على يقين فيش إمكانية انه يرتفع المستوى تاع كرة السلة بالذات في فلسطين إلا بالسن الصغير، ببداية من الصغير، لأنه إذا يا جماعة بدينا من سن كبير فيش إمكانية نوصل للمرحلة اللي بدنا إياها على مستوى العرب. القائمين على المدرسة من إداريين ومدربين يحلمون بأن تخرج المدرسة أفواجا كثيرة، غير مرتبطة بالمحافظات الوسطى فقط، بل أن تمتد لفلسطين كل فلسطين، من أجل تحقيق المنافسة على المستوى المحلي والدولي برغم قلة الإمكانيات المادية في ظل دعم رجال الأعمال لهذه المدرسة. استمر هذا العمل قرابة 5 أشهر، تم من خلاله تخصيص لاعبين، تشكيل لاعبين واستيعابهم، وخضعوا لتدريبات وفحوصات إلى أن تم اختيار 40 لاعب، سيتم تركيز الجهود عليهم حتى نجد ثمر لهذا العمل. فكرة إنشاء أول مدرسة لتدريب كرة السلة لم تكن وليدة اللحظة، فقد أكد مدير المدرسة الكابتن أسامة ريان أن مخطط الإنشاء كان يراوده في كل مرة كان يدرب فيها طلاب المدارس. ومنذ عامين بدأ هو ومن معه من لاعبي تلك اللعبة بالتخطيط لإنشاء المدرسة، وقد نجحوا في ذلك. خدنا قرار ان ننتشئ مدرسة الإبداع لكرة السلة، ومسؤوليتها وحملها كبير، يعني مسؤولية مش بسيطة، من غير إمكانيات مسؤولية كبيرة، واحنا قد المسؤولية. هدف مدرسة الإبداع بدا واضحا، فقد أكد ريان أنهم يطمحون لمساعدة الأطفال من أجل إبراز وجه فلسطين الرياضي ومنافسة البلدان الأخرى في أي بطولة تقام على المستوى العربي أو الدولي. احنا كمدربين أساسيين ارتأينا أنه ناخذ هذه الخطوة على عاتقنا الشخصي ونحاول نخرج جيل مناسب سواء لمخيم المغازي أو على مستوى الأندية اللي رفع كرة السلة في قطاع غزة، ما تختصرش على نادي أو ناديين، فاحنا معنيين نقوي اللعبة على مستوى الأندية كلها عشان اللعبة تطلع بالمستوى اللائق على مستوى العرب. لكي تنجح المدرسة كان لابد من حشد الإعلام حولها لتظهر للمجتمع المحلي والخارجي، فأسس القائمون عليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز فيها نشاطات المدرسة وتدريباتها، مع عملهم المستمر على التواصل مع وسائل الإعلام الأخرى لتسليط الضوء على المدرسة. حاليا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك هناك صفحه تحمل اسم مدرسه الابداع لتعليم فنيات كره السله، تم ترويج هذه المدرسه في 12 موقع رياضي معروف على الشبكه العنكبوتيه، سيتم ان شاء الله مستقبلا التواصل مع الفضائيات لاطلاعهم على هذا الجهد حتى نصل لأولي الامر والناس المعنيين في دعم الرياضه والرياضيين من خلال النظر بعين جديه لهؤلاء الاطفال. الأطفال المسجلين في مدرسة الإبداع عبروا عن فرحهم لانتسابهم للمدرسة، كونهم قد وجدوا من يهتم بهم ويعلمهم فنون هذه اللعبة. في مدرسة ده تفتح جديد لتعليم كرة السلة، بقيت من وأنا صغير بحب هاي اللعبة ونفسي أتعلمها، ونفسي يعني أطلع نجم محبوب بين الناس. المدرسة هذه فيها ما شاء الله يعني المدربين كويسين والزملاء كويسين، وفيها إمكانيات كتير، يعني هاي الزيات جابوا لنا إياهن، وفي كور كتير اللي نقدر احنا نلعب فيهن، وفي طرق يعني كتير ان احنا نقدر نصل فيها للنجم يعني. مباريات كرة السلة غابت كثيرا عن ساحة الرياضة الفلسطينية، لكن اليوم جاء من يحييها لتكون بداية غرسه مع الأطفال، لتبقى حاضرة برغم تتابع الأجيال. لقناة الأنبار الفضائية هاشم السعودي، غزة، فلسطين المحتلة.